اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله اسلحه الجيش المصري اللي بنتكلم فيها عن كل الاسلحه اللي بيستخدمها الجيش المصري. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن نوعين من الاسلحه، عن البي 226 وعن الام بي 5. واول حاجه هنبدا في الكلام عنها هو المسدس سويج سير بي 226، او اختصار الاسم ده هو بي 226. ومن مميزات المسدس ده ان هو مسدس كامل الحجم، والمسدس ده انتجته شركه سيكس وير، وهو من المسدسات عيار 19 ب 9 ملي متر بارابيليون. المسدس اللي معانا النهارده من اهم الحاجات اللي بتميزه انه في الخدمه العسكريه في جميع انواع الجيوش والمنظمات الامنيه ومنظمات السلام على مستوى العالم. من اكثر المستخدمين للمسدس ده على مستوى العالم هم الدول العربيه، واشهر 3 دول عربيه مستخدمين للمسدس ده هم العراق والامارات ومصر. اما بالنسبه للدول الافريقيه فما فيش اي دوله افريقيه بتستخدم النوع ده من المسدسات. ولما نيجي نتكلم عن مواصفات المسدس ده فهو مسدس نص آلي، وبلد المنشا للمسدس ده هما سويسرا والمانيا. ومن المواصفات الشكليه للمسدس ده انه مسدس وزنه 964 جرام، يعني خفيف بالنسبه لانواع تانيه من الاسلحه، وطوله هو 196 ملي، وعرض المسدس ده هو 38 ملي وارتفاعه 140 ملي. ودلوقتي هنبدا كلامنا عن الجزء الثاني من حلقه النهارده، وهو المسدس ام بي 5، او زي ما بيتسمى هيكلر او اندكوخ ام بي 5، واتصنع سنه 1964. والمسدس ده من المسدسات او البنادق الرشاشه الاليه، وبيستخدم الطلقات عيار 9 ملي، ويقدر ان هو يضرب من 700 ل 900 طلقه في الدقيقه الواحده. صنعت البندقيه الرشاشه من العيار ده او من النوع ده عن طريق شركه هيكلر او اندكوخ لصناعه الاسلحه الخفيفه. السلاح ام بي 5 هو من اشهر البنادق الموجوده على مستوى العالم، وده بسبب ان هو دقيق التصويب وسريع جدا وخفيف الوزن في نفس الوقت. السلاح ده مشهور جدا لدرجه ان معظم القوات الخاصه الموجوده على مستوى العالم ومعظم اجهزه الشرطه الدول اللي فيها بتدي القوات اللي عندها السلاح ده، بسبب ان هو قصير جدا ودقه تصويبه عاليه جدا. ومن مميزات السلاح ام بي 5 ان احنا نقدر نستخدمه كسلاح آلي وسلاح نص آلي، ولو احنا استخدمناه كسلاح نص آلي فهو بيبقى عنده كثافه نيران عاليه جدا وطول قليل جدا ودقه تصويب عاليه جدا، ودي من الحاجات اللي بتميزه عن اي سلاح او اي بندقيه رشاشه ثانيه. ومن مميزاته ان احنا نقدر نستخدمه كسلاح رمايه في اصعب الظروف المناخيه، اذا كانت الظروف دي ظروف صحراويه زي الاماكن اللي موجوده في افريقيا والدول العربيه، او ظروف فيها ثلج وامطار زي دول اوروبا ودول القطب الشمالي. ولما نتكلم عن البلد اللي انشات السلاح ده او طورته فهو سلاح الماني الاصل، وقدرت شركه هتلر اوند كوخ ان هي تطور السلاح ده في ستينيات القرن الماضي. من مميزات السلاح ده واللي هو ام بي 5 ان هو بيستخدم لتسليح نوع وفرع مهم من فروع الجيش اللي موجوده على مستوى العالم، وهو فرع القوات الخاصه. من مميزات السلاح ام بي 5 ان احنا بنقدر نستخدمه في عمليات الاطلاق من خلال ترباز بيبقى موجود في جنب المسدس، والنوع ده من الاطلاق ما بيكونش موجود اختياري في معظم الاسلحه القصيره، واللي من ضمنها ام بي 5. ميزه الرشاشه اللي معانا النهارده ان في منه نوعين، النوع الاول بكاتم صوت وهو ام بي 5 اس دي، وفي نوع تاني من الرشاش ده وهو نوع من غير كاتم للصوت وهو النوع ام بي 5 اي سي. لما نيجي نتكلم عن مواصفات السلاح ام بي 5 او الرشاش ام بي 5، فاول مواصفاته ان هو سلاح رشاش وبلد اصله المانيا، وتم استخدامه اول مره او دخل الخدمه اول مره سنه 1966، وعرضه 50 ملي وارتفاعه حوالي 26 ملي متر. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه نكمل كلامنا عن اسلحه مشاه الجيش المصري او الاسلحه الخفيفه اللي بيستخدمها مشاه الجيش المصري، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.